رئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اطلاق الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعه، وده بينظمه اتحاد الصناعات المصريه في مركز المناره للمؤتمرات، وده بمناسبه مرور 100 سنه على تاسيس هذا الاتحاد. كمان تفقد سيادته المعرض الدولي الاول للصناعه، بينظمه هذا الاتحاد الخاص بالصناعات المصريه. المعرض يعني بيشمل عدد من الاجنحه الضخمه للصناعات المتنوعه، يمكن على رأس هذه الصناعات قطاع الصناعات الهندسية، أيضا صناعة الآلات والمعدات والماكينات. طيب كمان وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 شهور. أشار سيادته إلى أنه سيتم تقييم الأمر خلال 3 شهور، وإذا نجحت المنظومة وحققت حجم الإنجاز المطلوب منها هيتم مواصلة العمل بده. احنا ما المفروض ان احنا بنشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى، والتجارة والصناعة موجودة وكل الناس موجودين من الحكومة. احنا هندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. بس أرجو ان احنا يعني واحنا بنعمل ده واحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على اخره، يعني انت عارف ان اليات العمل والحوكمه يعني مش زي ما احنا عايزين في مصر. تمام. فبرضه احنا ما هو السبب في الـ واحنا كلامنا في المؤتمر اللي فات، يعني ان اللي انتوا بتعانوا منه احنا مش عايزينكم تعانوا منه، لان احنا يهمنا في الاخر، اصل مش انتوا احنا، ده احنا كلنا مع بعض، ويهمنا ان البلد طبعا يهمنا ان تطلع قدام. لكن على كل حال 3 شهور الرخصة الذهبية لكل من يتقدم، أنا مش هحددها برقم دكتور مصطفى، ولكن أرجو إن احنا نبذل جهد شوية مع المستثمرين لأن احنا ننفذ الالتزام ده لمدة 3 أشهر ونراجع. لو الأمور مشيت كويس ولنا حجم الإنجاز يعني كان مشجع، نقدر نفكر إن احنا نستكمل كده 3 شهور تانيين ولا لأ، أو نقول طب نرجع للنظام القديم اللي احنا اللي هو الرخصه الذهبيه للدكتور مصطفى. فاحنا هندي 3 شهور بالطريقه دي. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، كل التحيه يا فندم.